سالم الحبسي والجحافي والوهيبي والزرعي وبن طويرش وياسر، والآن يتواصل عبد الله العمدة ليطرق لنا المايك وأبواب الكيلو الأخير. على بركة الله وتوفيقه تمت هذه الانطلاقة على الهواء مباشرة كما نرى هناك على الشاشة. هذه الإعادات الجميلة من مخرجنا الهواري في هذا الأداء، ومياته صاحبة أفضل توقيت كانت على الشاشة. الآن شوط من هذه الأشواط الجميلة الخاصة باللقايا لأصحاب السمو الشيوخ، ينطلق الشوط السابع الخاص بالجعدان المحليات الأصائل. ما هي إلا لحظات ونوافيكم بالتفاصيل والمراكز المتقدمة الأولى كالعادة، لنضع المشاهدين ونضع العشاق والمحبين في الصورة مع أبوظبي الرياضية ومع هذا التراث العربي الأصيل. المركز الأول، هناك التواصل والمقدمة مع شاهين، الذي تعود ملكية شاهين لسمو الشيخ نهيان بذياب سيف آل نهيان. من يتصدر هذا الشوط ومن ينتقل إلى الصدارة؟ المركز الثاني، هناك التدخل اللي قادم من قبل مشاهدينا، هناك الشهم اللي تابع لهجة الرئاسة مع المميز مبارك بن أحمد، ولكن التدخل سريع مع سرعة هذه القعادين وسرعة هذا الشعار كالعادة. هناك هملول يتقدم من عمق الميدان ليأخذ موقع جميل للانطلاق مع هجة الرئاسة ومع الظافر. المركز الثالث، هناك يغير الآخر، هملول الآخر يغير بنفس الشعار، شعار هجة الرئاسة ونفس المضمر الظافر، دافع بأكثر من اعتاد في هذا الشوط. ننتقل وياكم إلى رابع المراكز، حيث متواجد الشهم من هجة الرئاسة مع المميز مبارك بن أحمد. النقلة القادمة هي نقلة المركز الخامس، وتدخل من قبل شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع كابتن الطيارة عبد الله بن سالم المسافري. أما النقلة القادمة هي المركز السادس، ومتواجد هناك شاهين الآخر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ومع أبو عبيد سعيد بن عبيد السبوسي من دفع بهذه السلالة وهذه الماركة المعروفة. ننتقل إياكم إلى المركز الآن الثامن. المركز الثامن، شاهين وصل وقادم مشاهد الأعزاء لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، مع هناك أبو خميس حمد بن خميس القويص، الله اسم صالو وجال مع هذا المضمر الشاب. نعود ونتواصل، هناك أيضا دخول وتسلل وقدوم وانقضاض على المراكز المتقدمة من انطلاق شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم أحد المضمرين، والمهندس حمد الضعيف القدير يتواصل مع هذا الشعار. ناخذ المركز العاشر، ووصول وقدوم وتقدم من غازي الذي بدأ يغزي المراكز من المناطق الخلفية بشعار الجماهير وشعار هجة الرئاسة ومع البارع عيسى بن أحمد. هذا هو الشوط وهذا النداء الأول لهذه المراكز العشرة المتقدمة، ولكن لنا عودة كالعادة إلى القمة وإلى الكادر الأول وإلى هناك مخرجنا أبو طلعت. الله، من طلع في الصدارة هناك هملول، من قاد هملول قاد الشوط مشاهدينا ودخل من الجانب الدوني ليكونوا حاضرا مع هذا الشعار ومع هذا الانطلاق، شعار هجة الرئاسة والظافر علي بن يميل الوهيبي، من دفع بهملول من خلال هذا الانطلاق. النقل القادمة والمركز الثاني، ماخذ زاوية كاملة من الزاوية الأخرى اللي هو مشاهدينا شاهين لسه
سمو الشيخ الهيان بالذياب بن سيف بن محمد بن خليفة آل الهيان. والصادق فضل الأمين هو من يقود مضمرا متابعا مسايرا. النقل القادمة والمركن الثالث الدخول والقدوم من قبل شهملول الذي بدأ يوصل بقوة من هج الرياض مع الظافر. ولكن من وصل هناك مشاهدين لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم المهندس بدأ يهندس أيضا اللمسات الفنية بالضعيف ووصل المميز. الله ينطلق الشهم وينطلق الشهم انطلاقة السهم. الله مع هذا الشعار الجميل شعار هج الرياسة ومع أيضا هناك مبارك بن أحمد الخيلي. النقل القادمة والقدوم شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ومع عبد الله بن سالم المسافري. هذه المراكز المتقدمة الانعطاف بدينا به والمنصة بانت والطريق كما نتابعه ستريت لاين للفوتو فينش. الله يعني اتجهنا الى المنصة الرئيسية واتجهنا مشاهدينا الى هناك الخط النهاية واقلع هملول وبجوار الشام. وهناك هملول يغادر هملول وما شاء الله هملول وهملول والشهم وهذا اللون الأحمر الخطر اللي دائما يمر ويعبر ما شاء الله. هذا هو هملول من هج الرياسة ينطلق إلى خط النهاية وينطلق إلى الصدارة مشاهدينا. وكالعادة أن يضيفوا لهذا الشعار إنجاز آخر ومن إنجازات هذا الشعار المتعددة المركز الأول والثاني هملول والثالث الشهم. المركز الأول والثاني مع الظافر والمركز الثاني والثالث مع المميز. ولكن أرى البارع وصل أرى البارع وصل الله غازي. وهذه السلالة المختبرية التي تعرف بالفعل أن تحوم البودرة في الأوقات الحرجة هي سلالة غازي كالعادة والسلالات الأخرى. الله سلالة غازي ولكن السلالة الجبارية التي دائما موجودة به هي سلالة جبار والسلالة اللي يعرفها كل عاني وكل داني. الله هذا هو هملول من هجن الرياسة ليحتفظ بالشوط من البداية وهو يرفرف في الصدارة. تهانينا لهجن الرياسة وشكرا بن يميل علي على هذا الأداء الجميل والأداء المميز. جميل يا بن يميل. المركز الثاني وصل الآخر هناك غازي من هجن الرياسة وهملول حل ثالثا من هجن الرياسة. الرابع الشهم من هجن الرياسة بينما الخامس هناك وصل علي من هجن الرياسة. والأداء بالفعل والشوط كان بالكل باللون الأحمر لون الجماهير ولون هذا بالفعل مؤسسة هجن الرياسة. نعود ونتابع معكم المراكز المتقدمة الأولى. مخرجنا أبو طلعة الهواري أطلع لنا كالعادة بالتوقيت وأعطنا الفوتو فينيش لنتأكد من توقيت هملول. تهانينا للظافر بن يميل بالفعل كان شوط جميل مع بن يميل. التوقيت 7:53 سبعة أجزاء من الثانية هو توقيت هملول وشكرا الظافر. المركز الثاني غازي من هج الرياسة 7:55 وجزء أن يتيم من الثانية شكرا البارع. المركز الثالث هملول وصل في المركز الثالث أيضا من هج الرياسة ليكونوا 7:55. أعطنا give me camel number 3 please thank you director. 7:55 وجزئين من الثانية كما توقعنا وتوقع زميلي الحبسي. شكرا لكل المتبارين ولكل المتسابقين وإلى شوط آخر.